نجاح للمنتخب الجزائري ونجاح لدولة قطر على هذا التنظيم، على هذا الاستقبال، على هذه الضيافة، وكل هذا في مصلحتها وفي المونديال إن شاء الله، وسنعود إن شاء الله في المونديال مع إخوتنا القطريين. نقول مبروك لمنتخبنا الوطني الجزائري إن شاء الله والفوز بالكأس، وهارد لك للمنتخب العنابي الذي قدم مباراة رائعة في المستوى، ونبارك للمنتخب التونسي والشعب التونسي، وهارد لك لكل المنتخبات العربية، والسلام عليكم. وين فرحتكم؟ خلونا مشاهدينا، خلونا وين خلونا نسمع مدربنا سانشيز مع المدرب شانتر. روحوا عند المدرب.